الرئيس السيسي يؤكد ان القضيه الفلسطينيه ستظل لها الاولويه في السياسه المصريه. الرئاسه اللبنانيه تنفي مشاركة جوبران بسيل في مشاركه جبران باسيل في مشاوره تشكيل الحكومه الجديده. بايدن يكشف النقاب اليوم عن اختياراته المناصب الاقتصاديه بادارته. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من القاهرة مرحبا بكم بداية هذه النشرة مع زميلاتي فيروز مكي إليك فيروز شكرا لك دعاء أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية مشددا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحاديه اكد الرئيس سيسي استمرار مصر في بذل جهودها من اجل استعاده الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعه وفق مرجعيات الشرعيه الدوليه مع التاكيد على ان المرحله الحاليه تتطلب التكاتف وتكثيف كافه الجهود العربيه من اجل استئناف مفاوضات عمليه السلام هذا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام الشرق الأوسط. من جانبه أكاد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي معرباً عن تقديره لجهود مصر ومواقفها في دعم القضية الفلسطينية وكذا لتحقيق الوحدة الوطنية. هذا وشهد اللقاء استعراض الجهود المصريه لتثبيت الهدوء في قطاع غزه حيث اوضح الرئيس السيسي ان التحركات المصريه دائما ما تستهدف الحفاظ على امن واستقرار الشعب الفلسطيني مشيرا الى استمرار مصر في جهودها لاتمام عمليه المصالحه وتحقيق توافق سياسي وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالانتهاء من اعداد عرض متكامل عن الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه للمشروع القومي لتنظيم الاسره 2021 2023 وذلك لعرضها على رئيس السيسي تمهيدا لاطلاقها مطلع العام المقبل. وخلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الاستراتيجيه القوميه للسكان والتي تستهدف ضبط النمو السكاني اكد مدبولي ان الدوله ستتيح وسائل تنظيم الاسره بالمجان للجميع في كل مكان وموجها بزيادة أعداد السيدات المتدربات التي سيتم توفير فرص عمل لهن من خلال المشروعات الصغيرة. أعلنت وزيرة الصحة هلا زايد عن فحص 21 مليونا و500 ألف مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار 100 مليون صحة. اوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزاره انه تم تقديم العلاج لمليونين ومئتي الف مواطن بالمجان مشيرا الى ان المبادره تستهدف فحص جميع المواطنين فوق سن الاربعين عاما للكشف عن الامراض المزمنه وعلاجها أكد محافظ ذي قار العراقية على استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد أعمال عنف شهدتها المحافظة بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين مؤيدين لزعيم الطيار الصدري واصفرت عن قتلى وجرحى. يأتي هذا فيما دعا رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر الأمن والاستقرار بالمحافظة ومشددا على أهمية الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بارسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الى الامانه العامه لمجلس الوزراء لمراجعتها ومن المرجح ان يصوت مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعيه غدا الثلاثاء على مشروع قانون الموازنه وارساله الى مجلس النواب لاقراره كانت اللجنة المالية النيابية قد انتقدت في وقت سابق تأخر الحكومة في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب متوقعة أن تصل نسبة العجز فيها إلى 25%. أعلن الجيش العراقي عن تنفيذ خطة انتشار أمني في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وأوضح اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الخطة الأمنية تهدف لفرض سيادة القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 32 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا وأوضحت الدفاع الروسية أن الانتهاكات رصدت في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة وأشارت في شأن آخر إلى عودة 188 لاجئا إلى الأراضي السورية من لبنان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نفت الرئاسه اللبنانيه ما تردد حول مشاركه جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في مشاورات تشكيل الحكومه الجديده وقالت الرئاسه اللبنانيه في تغريده على صفحتها الرسميه على تويتر ان عمليه تشكيل الحكومه تتم بالاتفاق بين الرئيس ميشيل عون ورئيس الحكومه المكلف سعد الحريري ومؤكده انه لا يوجد دور لاي طرف ثالث في هذه العمليه قال مصدر امني لبناني ومسؤول اسرائيلي ان المحادثات التي كانت مقرره بين لبنان واسرائيل الاربعاء المقبل بشان ترسيم الحدود البحريه تاجلت حتى اشعار اخر، هذا وبدات اسرائيل ولبنان المفاوضات في اكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعده للامم المتحده في محاوله لحل نزاع بشان حدودهما البحريه والذي علق او عاق تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة والتي يحتمل أن تكون غنية بالغاز قالت وسائل إعلام رسمية بحرينية إن وفدا بحرينيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة زيد الزياني سيصل إلى إسرائيل غدا في زيارة هي الثانية لوفد رسمي بحريني إلى تل أبيب منذ التوقيع على إعلان تأييد السلام بين البلدين أوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن الوفد سيجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة وتبادل الخبرات بين البلدين. قال التحالف العربي في اليمن أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من مدينة عمران اليمنية مؤكدة سقوطه في صعدة. وأكد المتحدث باسم التحالف التركي المالكي أن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتدمير القدرة النوعية للحوثيين أدان البرلمان العربي مقتل وإصابة العشرات من المدنيين على يد قوات الحوثي في مديرية الدرهم اليمنية، وأكد البرلمان العربي خلال اجتماع له أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكا جسيما وتحديا سافرا لكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحوثيين. تحيي الامارات اليوم 30 من نوفمبر يوم الشهيد كعلامه مضيئه في تاريخ الدوله وتقديرا لما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وامتهم ادت الشرطة البريطانية فتح طرق وسط لندن بعد إغلاقها للاشتباه في طرد كانت الشرطة البريطانية قد أغلقت الطرق القريبة من ناطحة سحاب هارن تاور بوسط لندن وذلك بعد تلقيها لبلاغ يفيد بالعثور على طرد مثير للريبة قرب المبنى طلبت شرطة لندن في تغريدة على تويتر المواطنين بالابتعاد عن المنطقة في الوقت الحالي قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بارت جونسون ان بريطانيا تريد التوصل الى اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي في اقرب وقت ممكن لكنها لن تغير موقفها التفاوضي من جانبه رفض ميشيل بارني كبير مفوضي الاتحاد الاوروبي الاعراب عن تفاؤله مع وصوله الى لندن بشان خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي آه بقاء أسابيع قليلة قبل انتهاء علاقتهما الحالية وانتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الواحد والثلاثين من ديسمبر تتواصل المفاوضات المباشرة بين الجانبين حول اتفاق التجارة المتعلق بمرحلة ما بعد بريكزيت في محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مؤخرا لقاء جمع المفاوضين الأوروبي ميشيل بارنييه والبريطاني ديفيد فروست في لندن لاستئناف مفاوضات ما بعد بريكزيت والهدف تخطي الخلافات المستمرة بينما يضيق الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بعد الانفصال ومع انتهاء الفتره الانتقاليه لبريكزيت خلال شهر تقريبا وبعد شهور من الجمود ذكرت بروكسل ولندن انهما على وشك التوصل الى اتفاق لكن الجانبين مختلفان بشان قواعد الصيد في مياه الاتحاد الاوروبي واللوائح المتعلقه بالمنافسه والحوكمه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إن هذا قد يكون الأسبوع الأخير من المحادثات الجوهرية مع نفاد الوقت أمام المفاوضين. راب أضاف أنه مع مغادرتهم الاتحاد الأوروبي ستصبح المملكة المتحدة دولة مستقلة مؤكدا سيطرة لندن على مياهها الإقليمية. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر بريطاني أنه لا يوجد في الوقت الراهن اتفاق على اتصال هاتفي بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلامية أنهما سيتحدثان خلال اليومين المقبلين وسائل الإعلام رجحت أن يكون الاتصال الهاتفي بين جونسون وفوندرلين أول مؤشر على تحرك إما صوب اتفاق أو صوب انهيار المحادثات قالت قالت وسائل إعلام إيرانية إن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة تم باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية هذا ونقلت قناة العالم الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن تل أبيب ارتكبت هذه الجريمة للضغط على طهران لوقف التطور العلمي المتسارع والذي كان زادة يلعب دورا مهما فيه قال امير مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني ان طهران كانت على علم باحتمال تعرض فخر زاده للاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه واوضح في تصريحات للتلفزيون الايراني ان الاجهزه الامنيه الايرانيه كانت على درايه بذلك المخطط لاستهداف زاده لكنها لم تاخذ الامر على محمل الجد بسبب توتر الانباء لديها طيله السنوات العشرين الماضيه عن مخططات لاغتياله توعد وزير الدفاع الايراني امير حاتمي بالرد على عمليه اغتيال فخر زاده مضيفا ان الرد على هذه الجريمه قادم وحتمي وسيكون قاسيا هذا وقال حاتمي خلال مراسم تشيع جثمان العالم الايراني ان الاغتيال اغتيال زاده سيجعل الايرانيين اكثر اتحادا وتصميما على مواصله التطور العلمي هذا وقد أقيمت في وقت سابق من اليوم رسم تشييع عثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده والذي اغتيل يوم الجمعه الماضي بضواحي العاصمه طهران وذلك بحضور عدد من القاده العسكريين. كانت وزاره الأمن الإيرانيه قد أعلنت في وقت سابق أنها توصلت إلى معلومات أوليه حول هوية منفذي عملية الاغتيال واشارت إلى أنها ستكشف عنها في وقت لاحق. والى اثيوبيا حيث دعا رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد البرلمان الى تصنيف في جبهه تحرير تيجري جماعه ارهابيه، واتهم ابي احمد في كلمه امام البرلمان المجلس العسكري والتابع للجبهه بقتل وترويع المواطنين وعرقله مسيره التغيير في البلاد، هذا وقال ابي احمد ان قوه الجيش انهت عملياتها العسكريه في اقليم تيجري بنجاح من دون الاضرار بالمدنيين ومؤسسه الدوله مضيفا ان القوات لن تدمر مكيلي عاصمه جري بعد سيطرتها عليها في مطلع الاسبوع دعا زعيم اقليم تجراي الإثيوبية دعا رئيس الوزراء ابي احمد الى وقف ما وصفه بالجنون وسحب قوات الجيش من الاقليم، واتهم في تصريحات لوكاله اسوشيتد برس الامريكيه القوات الاثيوبيه بشن حمله اباده جماعيه ضد مواطني تجراي، ومكدا ان القتال يدور حول تقرير المصير للاقليم، وسيستمر حتى خروج من وصفهم بالغزاة. اكد زعيم اقليم تجراي ان قواتي اسرت عددا غير محدد من القوات الاثيوبيه. سحبت تركيا سفينة تنقيب من المنطقة المتنازع عليها بشرق المتوسط مع اليونان حيث رست السفينة في ميناء انطاليا ياتي قرار تركيا بسحب السفينه قبل اقل من اسبوعين من قمه الاتحاد الاوروبي وسينظر التكتل خلالها احتماليه فرض عقوبات على انقره بسبب انتهاكاتها في المنطقه افادت وسائل اعلام من تركيا بان ممثلي الادعاء في انقره يحققون مع نائب بحزب الشعب الجمهوري بتهمه اهانه الحكومه والجيش كشف النائب علي ماهر بشريار خلال مقابلة تلفزيونية عن أن السلطات التركية قامت ببيع مصنع عسكري إلى قطر بتكلفة 50 مليون دولار رغم أن تكلفته الحقيقية نحو 20 مليار دولار أعلن محام تركي معارض أنه سيرفع شكوى جنائية ضد أردوغان بسبب بيعه 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر وأوضح المحامي التركي أن الاتفاق على بيع الأسهم جاء خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى أنقرة الخميس الماضي معززا معارضته لها بانتقال الحق السيادي لأنقرة إلى دولة أخرى جزئيا باعتبار أن بورصة إسطنبول هي شركة تديرها الدولة ولا يجب بيع أسهمها للخارج بموجب القانون المحلي ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بقيمة مليارين وثلاثمائة وسبعين مليون دولار بسبب سياسات أردوغان كما أرجع معهد الإحصاء التركي زيادة عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8.4% فيما ارتفع العجز التجاري بنحو 76.2% ليصل إلى 40 مليار و270 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري كشف استطلاع للراي ان 63.5% من ناخبي حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا لا يثقون في قدره الحكومه على تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بينما اكد 100% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري المعارض ان الحكومه ستفشل في اجراء اي تعديل اقتصادي. هذا وأشار الاستطلاع التي أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث إلى أن 90.2% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن سعادتهم باستقالة بيرات البراق وزير المالية وصهر أردوغان معتبرين أنه كان وزيرا فاشلاً يخوض الرئيس الامريكي دونالد ترامب وادارته اليوم اخر معارك امام المحكمه العليا في خطوه تهدف الى التاثير على عدد من اعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولايه امريكيه ترتبط القضيه بتعداد سكان الولايات المتحده والذي يفترض ان يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور وتحدد بناء عليه قيمه المساعدات الفيدرالية الممنوحه لكل ولايه وعدد النواب المخصصين لها أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنيه الشفاء العاجل للرئيس المنتخب جو بايدن والذي خضع لفحوص بعد التواء كاحله وأعاد ترامب نشر فيديو لطبيب بايدن بعد فحص الأشعة السينية والذي أظهر أن بايدن يعاني من كسر في قدمه بعد سقوطه في نهاية الأسبوع وكان مكتب بايدن قد أعلن في بيان مختصر له أنه أصيب بالتواء في كاحله بعد أن سقط خلال اللعب مع كلبه الأليف يوم السبت يكشف الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن اليوم النقاب عن اختياراته لعده مناصب اقتصاديه كبيره عندما يتسلم اول تقرير مخابراتي سري من المتوقع أن يختار بايدن أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه التعامل مع الصعوبات الشديدة التي يتعرض لها العمال والشركات الأمريكية جراء جائحة كورونا، ومن المقرر أيضاً أن يتسلم بايدن ونائبته كاميلا هاريس أول إحاطة يومية رئاسية سرية اليوم، والتي رفضت إدارة ترامب تسليمها في السابق. عين الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن جينيفر ساكي المتحدثه باسم الحزب الديمقراطي في منصب السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض لتكون واحده من سبع نساء سيشغلن مناصب عليا في دائره الاتصالات لاداره بايدن في سابقه هي الاولى في الاداره الامريكيه وقال بايدن في بيان إن التواصل المباشر والصادق مع الشعب الأمريكي هو أحد أهم واجبات الرئيس مشيراً إلى أن فريق الاتصالات ستكون عليه مسؤولية كبيرة لربط الشعب الأمريكي بالبيت الأبيض. يذكر أن ساكي شغلت منصب مديرة اتصالات البيت الأبيض في إدارة أوباما وشغلت أيضاً منصب متحدثة الخارجية الأمريكية. فرضت الصين عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين ردا على ما وصفته بتدخلهم بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دعت واشنطن للكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الداخلية للصين وأضافت أن الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا مع أربعة من رجال الشرطة بسبب تعديهم على منتج موسيقي من أصول أفريقية لعدم ارتدائه الكمامة، وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في باريس وجه اتهامات للضباط تشمل استخدام لغة عنصرية وعنف متعمد بالأسلحة، مضيفة أن اثنين منهما سيبقيان رهن الاحتجاز بينما وضع وضع اخران تحت المراقبة القضائية لقي ستة سجناء مصرعهم أصيب خمسة آخرون عندما فتح حراس النار للسيطرة على أعمال شغب في سجن على مشارف العاصمة السريلانكية وقال المتحدث باسم الشرطة إن السجناء حاولوا السيطرة على السجن وحاول المئات منهم الهرب وموضحا أنه تم نشر مئات من رجال الشرطة لمساعدة الحراس وتعزيز الأمن حول السجن تعرضت ثلاث مدن شمال مالي لثلاثة انفجارات بالتزامن مع هجمات ضد معسكرات تضم قوات دولية وأكد مسؤول بالأمم المتحدة وقوع الهجمات مضيفا أن الصواريخ سقطت على معسكر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة كيدال في الوقت نفسه وقعت هجمات مماثلة في مدينتي جاو وميناكا هذا ولم تعلن اي جماعه مسؤوليتها عن تلك الهجمات حتى الان بدا لبنان اعتبارا من اليوم في تخفيف اجراءات الاغلاق التي فرضت قبل اسبوعين بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا وذلك في محاوله لانعاش الاقتصاد وقال وزير الصحه حمد حسن ان المدارس ايضا ستعيد فتح ابوابها لكن مع اعتماد التعليم المدمج بحيث يتم اعطاء قسم من الدروس عن بعد ومحذرا من ان خطر ارتفاع الاصابات لا يزال موجود وان نتائج الاقفال ستظهر في الاسبوع المقبل أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني طارق المجذوب أن غرفة العمليات التابعة للوزارة ستتابع حالات كورونا في المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. هذا نعم. وأوضح وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن الأعراض عند الأطفال أقل شدة وخفيفة باستثناء الأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية. نعلم أن فئة لا يستهان بها عدديا من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الماضيين فطالبت بفتح المدارس على الرغم من إقفال البلد. وأن فئة ثانية قليلة عدديا فضلت عدم إرسال أولادها حضوريا والإكتفاء بالتعلم الكلي عن بعد. نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحه اولادهم وعلى تحصيلهم العلمي في الوقت ذاته ولكن ولكن علينا ان نلتفت الى البعد الصحي لان الازمه التي نعيشها هي ازمه صحيه بالدرجه الاولى. قالت منظمه الصحه العالميه ان جائحه كورونا تهدد بالقضاء على الكثير من المكاسب التي تحققت في مجال الصحه وغيرها من المجالات التنمويه. وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير المنظمة لإقليم الشرق المتوسط في كلمة الله بمناسبة اليوم العالمي للإيدز إن الجائحة عرضت كثيرا من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري للخطر نتيجة لعدم تلقيهم للأدوية والخدمات المنقذة للأرواح في حينها ومشيرا إلى أن هناك 44 ألف شخص في الشرق الأوسط أصيبوا بالفيروس خلال عام 2019 أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها ستقدم طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فاعلية عالية للقاحها بلغت 94.1 وبعد أسبوعين من إعلانها أن فاعلية اللقاح وصلت إلى 94.5% بناء على نتائج أولية أفادت شركة مودرنا أن 196 مشاركا في التجربة السريرية الكبيرة أصيبوا بكورونا من بينهم 185 شخصا تلقوا لقاحا وهميا و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي أي أن الفعالية بلغت 94.1% ولم يظهر على اي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح اي نوع حاد من المرض قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس انه سيتم انهاء الاغلاق الحالي والذي تشهده البلاد بسبب جائحه كورونا خلال الاسبوع المقبل لافتا الى انه لن يتم فتح البلاد بشكل كامل وسيتم تخفيف القيود الحالية بشكل تدريجي وأوضح كورتس في تصريحات له أن, المو... أن المرافق الرياضية والترفيهية لن تكون جزءا من عملية إعادة فتح البلاد أعلنت وزيرة الدفاع التمساوية عن إصابة وزيرة الدفاع كلوديا تانر بفيروس كورونا واوضحت الوزاره ان تانر تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن ومؤكده انها ستواصل مهام عملها من منزلها. حذر مدير المعهد الامريكي للامراض المعدية انتوني فاوتشي الامريكيين من طفره كبيره في انتشار فيروس كورونا المستجد مع عوده ملايين المسافرين الى ديارهم بعد عطله عيد الشكر. وطلب فاوتشي في تصريحات تلفزيونية من الأمريكيين الاستعداد جيدا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية تحسبا من ارتفاع في عدد الإصابات بسبب الأمور المتعلقة بالسفر وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 266 ألف وفاة جراء الفيروس وهي البلد الأكثر تضررا في العالم من الجائحة قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 24468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة ال 24 الماضية، كما سجلت 272 حالة وفاة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل إلى أكثر من 6 ملايين و314 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى ما يقرب من 173 ألف حالة. اعلنت السلطه الصحيه الفرنسيه تسجيل 198 وفاه وتسعه الاف وثمانين اصابه جديده بفيروس كورونا المستجد في الاربع والعشرين ساعه الاخيره تشير الارقام المسجله في الساعات الاربعه والعشرين الماضيه الى استمرار انخفاض الوفيات والاصابه اليوميه في فرنسا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 11,169 حالة ليتخطى إجمالي الإصابات مليون وخمسة وخمسين ألف وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات تخطى 16,500 حالة بعد تسجيل 125 إصابة جديدة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان تنسيق الجهود الراميه لمكافحه جائحه كورونا بات امرا ملحا واشاد بوتين في رساله ترحيب بالمشاركين في اجتماع الجمعيه البرلمانيه لمنظمه معاهده الامن الجماعي بالجهود المشتركه لبرلمانات دول المنظمه في مكافحه الجائحه مشيرا الى ان تطوير نهج مشترك لمواجهه التهديدات المتعلقه بالتدخل في الشؤون الداخليه للدول ذات السياده تعتبر من المجالات المهمه للتعاون البرلماني الدولي سجلت روسيا 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليونين وخمسة إصابة كما سجلت الصحة الروسية أيضا 368 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما يرفع العدد الرسمي للوفيات أو يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 39895 تتجه تركيا لتوسيع نطاق فترات حظر التجول الليلي خلال العطله الاسبوعيه المقبله لمواجهه الزياده القياسيه في حالات الاصابه بكورونا، ونقلت وكاله رويتج الانباء عن مصادر وصفتها بالمطلعه قولها ان القرار سيتم اتخاذه اليوم خلال اجتماع الحكومه برئاسه اردوغان. بعد اشهر من خداع نظام اردوغان لشعبه بشان اعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا ارتفعت هذه الارقام بشكل هائل مؤخرا بعد ان غيرت السلطات سياستها بشان تسجيل الحالات المصابه الارتفاع الهائل في الاصابات اثار مخاوف المنظمات الطبيه واحزاب المعارضه التي حذرت من ان تركيا تواجه موجه مقلقه من الاصابات في ظل سياسه الاخفاء التي اتبعتها الحكومه لفتره طويله. واتهم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضه الرئيسي في البلاد اتهم الحكومه التركيه بالتركيز على الدعايه بدل العمل على معالجه الازمه الصحيه وادارتها السيئه لازمه كورونا. هذه الزيادات ظهرت عندما قررت وزارة الصحة تغييرا كاملا في الإبلاغ عن المصابين بالوباء، حيث بدأت منذ أيام تسجيل جميع حالات فيروس كورونا الإيجابية وليس فقط المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض، مما أفضى إلى رفع عدد الإصابات التي يعلن عنها يوميا إلى أكثر من 30 ألف حالة، لتصبح تركيا واحدة من بؤر الوباء في قارة أوروبا. هذا التغير لم يكن مفاجئا للجمعيه الطبيه التركيه التي كانت تحذر منذ اشهر من ان الارقام الحكوميه السابقه كانت تخفي خطوره الانتشار وان الافتقار الى الشفافيه كان يساهم في الزياده ومع ذلك تؤكد الجمعيه ان ارقام الوزاره لا تزال منخفضه مقارنه بتقديراتها لما لا يقل عن خمسين الف اصابه جديده يوميا تفشي فيروس كورونا في تركيا ألقى بظلاله على الاقتصاد التركي الذي تأثر بشكل كبير جراء الجائحه حيث انعكس ذلك على فقدان العمله المحليه الليره نحو 25% من قيمتها فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 35% منذ مطلع العام الجاري. يبدأ غدا الثلاثاء تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بموعد غلق المحل التجارية والمولات والمطاعم والورش والكافيهات وذلك طبقا لما الحكومة منتصف شهر نوفمبر الجاري أكدت وزارة التنمية المحلية على تطبيق القرار بكل حزم والتزام الجميع به وستتولى المحافظات متابعة تنفيذ القرار ومدى التزام أصحاب المحال التجارية به نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الأربعة وعشرين عاما وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن والتي أوضحت أن حالات حرمان الإبنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط وهما الزواج أو الالتحاق بوظيفة تدر لها دخلا يساوي قيمة المعاش مشددة على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين السابقة أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن تسليم عشرة أسر من أهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب لوحدات سكنية بمدينة بشائر الخير ثلاثة أكد المحافظ خلال لقاء الأهالي المتضررين أن ذلك جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي وموضحا أن تسليم الوحدات تم عقب بحث الحالة الاجتماعية للمتضررين واستكمال جميع الإجراءات القانونية لهم النهاردة احنا موجودين في منطقة بشير الخير لتسليم لتنفيذ قرار فخامة الرئيس وتسليم سكان برج أروى المائل منطقة كرموز شؤاهم طبعا شوية دي مفروشة كاملة المرافق وكاملة الأجهزة والأساس الحمد لله رب العالمين بنشكر سيادة الرئيس ان هو استجاب لشكوتنا اول ما سمع بشكوانا وامر فورا بتسكيننا في مدينه بشاير الخير ثلاثه وعلى الفور قيادات المنطقه الشماليه العسكريه استجابت وسكنتنا بسرعه وذللوا لنا كل العقبات ان احنا يخلصوا الاجراءات كلها وتاني يوم احنا استلمنا شققنا احنا والله كمواطنين مصريين او كبني ادمين عايشين على ارض مصريه نشكر جميع القيادات اللي ساعدتنا ووقفت جنب مننا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياده المحافظ ورئيسة الحي والناس من المنطقة الشمالية اللي هي قايمة أو قاعدة هنا معانا في المكان اللي هي ذللت لنا العقبات بتاعتنا وساعدتنا في اللي احنا نعيشهم أو نبتدهم حياة كريمة لولا إن احنا اشتكينا للسيد الرئيس والشكوى بتاعتنا وصلت النداء بتاعنا وصل للسيد الرئيس وتفضل مشكورا بعطائنا مساكن في بشائر الخير وحياه كريمه وكل حاجه متاحه هنا وكل حاجه نظيفه وكل حاجه كويسه ترأس دكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصريه ثاني جلسات الاستماع الخاصه بمناقشه اليات صياغه دستور الادويه المصري اوضحت الهيئه في بيان لها انه تم عرض مقارنه لمحتوى الدساتير العالميه للاستفاده منها في صياغه دستور الادويه المصري مؤكده انه تم مناقشه اليات تبويب الدستور بما ييسر على الصيادله والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه وهو ما يعود بالنفع على المواطن وعلى سمعه الدواء المتداول بمصر والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد وزير النقل كامل الوزير ومحافظ القلوبية عبد الحميد الهجان بدا التشغيل التجريبي لكبري الما العلوي بطريق القاهره الإسكندرية الزراعي تمهيدا لافتتاحه بشكل رسمي ياتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شبكه الطرق الحاليه بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركه تنقل المواطنين وقد صرح وزير النقل بان اعمال تطوير وتوسعه طريق القاهره الاسكندريه الزراعي تشمل إنشاء عشرة كباري علويه على امتداد الطريق بقيمه مليار و795 مليون جنيه. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار موقف تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل بمحافظات بورسعيد كفر الشيخ وبني سويف وأكد وزير الإسكان ضروره المتابعه الدوريه لمواقع المشروع بالمحافظات وتلافي أي ملاحظات قبل تسليم الوحدات لمستحقيها. هذا كما طلب جزار بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، مشددًا على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية مع الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ وبالجودة المطلوبة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن جائحة كورونا أسرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم وخلال مشاركتها في قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة حول المرأة أشارت المشاط إلا أن الدمج الاقتصادي وتمكين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية والتي تسعى مصر لتنفيذها لافتة إلى تنفيذ ثلاثة عشر مشروعا لتمكين المرأة ضمن محفظة الوزارة بقيمة 82 مليون دولار شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقد تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية ضمن التحول إلى الشبكة الذكية بالتعاون مع الجايكا وأعرب وزير الكهرباء عن خالص تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين دولتي مصر واليابان في قطاع الطاقة، كما أكد الحرص الدائم على تعزيز التعاون مع الجايكا على أعلى المستويات متمنيا نجاحا كبيرا في المراحل القادمة من المشروع. ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويليه والاستخراجيه بنسبه 1.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، واوضح الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان الرقم القياسي للصناعات التحويليه والاستخراجيه بدون الزيت الخام والمنتجات البتروليه بلغ 97.3 نقطه على اساس شهري، وجاءت ابرز الانشطه الاقتصاديه التي شهدت ارتفاعا صناعه المستحضرات الصيدلانيه والكيميائيه والدوائيه. صرح رئيس مصلحه الضرائب رضا عبد القادر ان المصلحه تقوم بكافه الاجراءات والاستعدادات لنجاح لانجاح موسم الاقرارات الضريبيه القادم خاصه مع صدور قرار وزير الماليه بالزام الممول من الاشخاص الطبيعيين بتقديم اقراره الضريبي الكترونيا واكد رئيس مصلحه الضرائب الحرص على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبي إلكترونياً وذلك من خلال تواجد مسؤولي الحاسب الآلي وكذا ممثلي شركة إيفيننس أو إيفايننس بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية. وفقت الحكومة الإيطالية على الحزمة المالية الرابعة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في البلاد بقيمة ثمانية مليارات يورو إذ تضرر عدد من الأنشطة الاقتصادية بسبب إجراءات الإغلاق وفقا لوكالة دومبرغ ومن المقرر أن تزيد المنح المالية للعاملين في قطاعات السياحة والفنون على اعتبار أنهم الأكثر تضررا من الأزمة الراهنة أوضح الكرملين أنه لا توجد خلافات كبيرة بين روسيا ومنظمة أوبك مثل ما كان الوضع في أوائل العام الجاري وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث إلى السعودية قبل اجتماع مجموعة أوبك بلس حقق النشاط الصناعي الصيني نموا بوتيره تعد الاسرع منذ اكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي، تعافى مؤشر مديري المشتريات بشكل كبير عن بعد التدابير المشدده التي اتخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام الجاري فبلغ 52.1 نقطه. هبط الدولار الامريكي خلال تعاملات اليوم لادنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو الماضي وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بنسبة بالمئة بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية واستقر الجنيه الاسترليني عند واحد عند دولار وثلاثة وثلاثين سنتا وارتفع بنحو 3% بالمئة أمام الدولار منذ بداية نوفمبر الجاري تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في ترقب انعقاد اجتماع مجموعة أوبك بلس للاتفاق حول مستقبل صفقة خفض الإنتاج. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.5% لتصل إلى 47 دولار و52 سنت للبرميل. كما هبطت عقود خام نايمكس الامريكي بنسبه 1.2% مسجله مستوى 44 دولار و98 سنت للبرميل انخفضت اسعار الذهب كما تتجه نحو تسجيل اسوا خسائر شهريه في اربع سنوات تزامنا مع الانباء الايجابيه حول لقاح كورونا وانتهاء انتخابات الامريكيه وهبطت العقود الآجلة للذهب بنحو ثمانية من عشر بالمئة مسجلة مستوى ألف وسبعمائة وثلاث وسبعين دولار للأوقية كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو واحد بالمئة عند مستوى ألف وسبعمائة وتسعين وستين دولارا للأوقية ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية رغم اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة على مدار نوفمبر الجاري بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح كورونا صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو فاصل خمسة من عشرة كما زاد فوتسي البريطاني بقيمة فاصل واحد فيما ارتفع داكس الألماني بمقدار فاصل بالمئة نفت مصادر مسؤوله ما تردد من انباء حول التعديل تعديل وزاري وشيك في الحكومه خلال الفتره الراهنه مؤكده ان هذه الانباء مجرد شائعات لا اساس لها من الصحه وتستهدف اثاره البلبله وعلى الراي العام الا يتفاعل معها وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات غير معلومه المصدر تفيد بوجود تغيير وزاري وشيك ووضع قائمة مزيفة بأسماء الوزراء الراحلين بهدف التأثير على أدائهم وإثارة حالة من اللغط والبلبلة الأمر الذي استدعى نفي تلك الشائعات اعلنت مؤسسه حياه كريمه عن استكمال الخطوات التنفيذيه المبادره تصالح حياه وذلك في مرحلتها الاولى والتي تضم تسع محافظات حيث تم التنفيذ بجميع محافظات المرحله الاولى واتي ذلك سعيا لتخفيف العبء عن كهل الفئات الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل وذلك ايضا من خلال المساهمه في دفع قيمه التصالح الخاصه بمخالفات البناء للمواطنين الاولى بالرعايه في التجمعات المستهدفه استعرضت المؤسسة في بيان الموقف التنفيذي لمبادرات التصالحية حياة واجمالي عدد الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة على مستوى التسع محافظات والذي بلغ 1430 حالة موزعة على محافظات المرحلة الاولى حيث تم السداد ل 826 حالة وجاري السداد لباقي الحالات المستحقة. حيث إجمالي الحالات المستحقة لشروط المبادرة بمحافظة أسوان 152 حالة أما محافظة الأقصر فتم سداد لعشر حالات كما تم السداد لعدد 132 حالة بمحافظة قنا في حين بلغ إجمالي الحالات المستحقة الشروط المب... أو المستحقة أو لشروط المبادرة في محافظة سوهاج 210 حالات وفي محافظة الوادي الجديد فقد تم السداد لعدد أربع حالات مستحقة للدعم وفقاً لشروط المبادرة، وفي محافظة أسيوط بلغ إجمالي الحالات المستحقة لشروط المبادرة 500 حالة، في محافظة المنيا تم السداد ل 136 حالة مستحقة للدعم، وفي محافظة البحيرة بلغ إجمالي الحالات المستحقة للشروط المبادرة لشروط هذه المبادرة 124 حالة وأخيرا محافظة مطروح والتي بدأ اليوم تنفيذ المبادرة بها فقد بلغ إجمالي الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة بها 162 حالة، أكدت مؤسسة حياة كريمة أنها في الوقت نفسه ما زالت مستمرة في الدعم والسداد لجدية التصالح للحالات المستحقة طبقا لشروط المبادرة في محافظة المرحلة الأولى، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارتي التضامن والتنمية المحلية. وختاما هذه التذكره بابرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد ان القضيه الفلسطينيه ستظل لها الاولويه في السياسه المصريه. الرئاسه اللبنانيه تنفي مشاركه جبران باسيل في مشاورات تشكيل الحكومه الجديده. بايدن يكشف النقاب اليوم عن اختياراته للمناصب الاقتصادية بإدارته ختاما نحيط على المسادة المشاهدين بأن تردد أكس نيوز أس جي هو 12303 معدل الترمي 27500 ومعامل استقطاب أفقي الشكر موصول من زميلتي في الاستوديو دعاء جاد الحق ومن يانا فيروز مكي دمتم سنيني.